كثف سلاح الجو في الجيش العربي السوري من استهدافه لمقرات التنظيمات الإرهابية في مدينة جسر الشغور وريفها، كونها تعتبر عقدة وصل بين عمق محافظة إدلب واللاذقية. فالمجموعات الإرهابية المتمركزة في ريف اللاذقية الشمالي تعتمد بشكل كبير على مناطق ريف جسر الشغور في الإمداد وتخزين الأسلحة. الحقيقة هي المعركة مستمرة مع أعداء الوطن، وآخر يعني التوجهات أو آخر الخطط العسكرية التي تنفذ اليوم على مستوى الجيش العربي السوري هو الرد على هؤلاء المجرمين ومن يدعمهم من الخارج، وخاصة بعد أن أتاهم الدعم المباشر من قبل ترامب، هذا الرجل الأحمق هب هؤلاء المجرمين في كل مكان من أماكن تواجدهم للإساءة للجيش العربي السوري وللوطن بشكل عام. فكان لهم يعني تحركات مريبة واعتبروها أنها تحركات قوية في شمال حماة، وكان لهم تحركات باتجاه ريف اللاذقية الشمالي، وكان لهم تحركات في الجنوب أيضا. كذلك استهدف سلاح الجو أحد معسكرات التدريب للإرهابيين في جبل الدويلة غربي مدينة كفر تخاريم بريف إدلب الغربي، ما أدى لمقتل عشرات الإرهابيين وتدمير آلياتهم. يمكن أن نقول بأن الجيش اليوم يكيل الضربات لهؤلاء المجرمين في على كافة المحاور، فكانت ضربة كفر تخاريم وكانت ضربة ضرباتهم لمقراتهم في شمال حماة. الجيش العربي السوري أعتقد اليوم يصل إلى مشارف مدينة إدلب. معركة إدلب ستكون هي المعركة الكبرى مع هؤلاء التكفيريين بشكل عام، ومع هذه القوات التي أسميها مدعومة من قبل أعداء الوطن ومدعومة من قبل الغزاة الذين يريدون الإساءة للوطن. وإلى جنوب المحافظة، استهدف الجيش العربي السوري مقرات الإرهابيين في عدد من قرى جبل الزاوية وريف خان شيخون، وتعتبر تلك المناطق خطوط إمداد للإرهابيين الذين يتوجهون للريف الشمالي لمحافظة حماة، الأمر الذي ساهم في إضعاف قدراتهم مع تقدم الجيش العربي السوري في ريف حماة. ترابط عمل سلاح الجو مع القوات البرية وضرب خطوط إمداد الإرهابيين ومعسكراتهم في ريف إدلب حد بشكل كبير من قدراتهم وتنقلاتهم، ما ساهم بتقدم الجيش العربي السوري على مختلف الجبهات المحيطة بالمحافظة. للإخبارية السورية، حسام الشاب.